السمانه اللي فاتت سمعنا على ايت راديو للشابيونس من بني ملال سالينا سالينا انا وانت سالينا Voilà, la vidéo elle a cartonné sur internet, elle a fait le tour d'internet. Après, bon, internet c'est ça, ça ce qui est bien, c'est que le wahed qui aime, c'est liberté d'expression. C'est que tu vas dire liberté à internet, après, n'est-ce pas, ils jouent le ham, ils jouent le hal, ils aéros, mais aéros, ils partagent pas. C'est comme ça. Mais tu peux faire ce que tu veux. Voilà, d'ailleurs, Sina, notre copine Sina, elle est à 1 million de vues en moins, en moins d'une semaine. 1 million de vues pour son super morceau, Handsome, Handsome, like Angel. Angel. D'ailleurs, on a parlé à la salle de Magna parce qu'on a découvert quelque chose à la Sina et elle a les paroles de Sina. Et à ce moment, alors, bah, chez Beyoncé, le week-end, d'aller la première vidéo, d'aller une vidéo dans le jeu, les gars, femmes, à Tadar Faya, à l'Akbel, ou bien un saut d'élo, ou à Dak Hakaki, ou d'aller une vidéo à Outina, elle a salle de Mjarod. اللي هو اللي غنى في الاول سينا سينا اغنيه ديالو هو عاود غنى عاوتاني دونك شنو قال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السي سعد المجرب اخويا الفنان اش بغيتي عندي تبقى تعيط عليا في التليفون تبقى تهددني تقول لي غنشوهك في المغرب غنخويك المغرب ما غتبقاش غتولي الشعب قاعد يضحك عليك علاش اخويا زدتني انا عارف ان العاديه استاش بغيتي عندي سالينا سالينا راه عجبات الناس يضحكوك انا سي بغيت عيط ضحك الناس غنيتها بغيت نضحك الناس ما شغلك شويه سي وبعد هذيك سالينا ما ديالكش انت بعدا اصلا كاع سي ساعد ومجرب واسي ساعد ومجرب راه سالينا ماشي ديالك بعدا انت اللي تهضر عاطيني البارح بالليل المحامي ديالك تيهضر معايا نقول له دوز لي داك السيد اللي تيهضر معايا تيقول لي راه ما بغاش يهضر معاك اش غتكون انت سي ساعد ومجرب اش غتكون انت سي مغني المغنيين في المغرب راه صافي راه عطا الله ولا بلا قياس ما بقاش يهضر المغني في المغرب يا سعد الو سعد مجرد صباح الخير صافا صباح النور ام الغزال الحمد لله كل شيء بخير اخويا سعد واش شفتي لا فيديو ديال الشابيوز قال لك بغيتي تجري عليه من البلاد بغيتي خرج من البلاد اعوذ بالله من الشطاره ديما صحيح شفت لا فيديو بالعكس انا بارطاجيت لا فيديو في الميو ديالي لا فيديو الاولى ديال هادي لا وي وي سالينا فوالا سي سا اكزاكتومون عجبتني لا فيديو عجبني اول حاجه ملي كنلقى الناس واي حافظ لا شونسون ديالي صافي بليزير بالعكس ما غاديش نتقلق نهائيا سوا تغنت كل واحد كيعبر عليها كيغنيها بطريقته صافي بليزير كيما تغنت في الحياه كيما تغنت ما عنديش المشكل بالعكس انا تنفرح ملي كنسمع شي واحد عرفتي شنو هي داير مجهود وجالس وخدم من الغرب وداير الكاميرا ودخلها في اليوتيوب سي مجهود سام في بليزير بالعكس انا تنقول له ثانك يو وشكرا بالعكس ويمكن شي حد اخر هو اللي عيط له على شي حاجه فكان كنوضح له الناس انه سي با مو باوي تما عندك باش تعيط عليه جو بونس كو واحد حيت هو كيدير من التليفون ديالو في الفيديوهات ديالو داكشي علاش شي واحد وقال حيت في الفيديو كيقولها الفيديو اللي دار اللي سمعنا الصباح اللي كيقول فيها هو سعد عيط لي عيط المحامي ديالو قال لي غنخويك البلاد بون ما كاينش هاد القضيه عندي القاضي ديالي هناك بون سعد غادي نحاولوا نعيطوا عليه هاد الصباح هذا نحاولوا نعيطوا عليه ياك نهضروا معاه الشبيونس هو بني ملال نعيطوا عليه باش يبقى معاه الله يحفظك نهضر معاه نديروا الكونتاكت هاد الصباح مع الشبيونس اساسا صباح الخير لابس عليك بخير معك مومو من ايت راديو صافا ايوا صافا سي مومو الله يحفظك اخويا كي داير جوف بني ملال هانياتك شمال الله بخير كلشي مزيان سي مومو الله يحفظك اخويا مرحبا بك معنا على ايت راديو وانت هو اللي غنيتي لا غوبريز ديال سالينا سالينا هادي سالينا سالينا هو انت يا هو انا شوف هذا الويكاند شفنا لا فيديو اللي درتي على قبل سعد المجرد بينا راه عيط عليك بينه هو راه عيط لك المحامي ديالو وقال لك هو راه زعما غيخويك البلاد يندمك على داكشي اللي درتي شوف واش انت متاكد بان سعد المجرد عيط لك ولا متاكدش متاكد ولا لا متاكد باش متاكد علاش كيفاش متاكد بالله عيط عليه واش تهضر معاك هو ولا تهضر معاك المحامي ديالو كيف ما قلتي هضر معايا هو المحامي جوج شوف هضر معاه لا 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 شوف شوف بلاش بلاش شابيونس انت كتعرف ايت راديو ياك كتعرفني انا مومو ياك تسمعنا كل صباح شوف واش تثق بيا لك دابا غندوزك الساعه المجرد دابا غندوزو لك دابا بصح دابا باسكو هذاك اللي يهضر معاك حيت دابا نيت ندوزو لك دابا تو سويت هاو سعد وي السلام عليكم السلام عليكم يونس لاباس عليك لاباس الحمد لله كي داير لاباس الحمد لله
هذاك الشيء اللي درتي راه زوين وتبارك الله عليك وعجبني بالعكس. انا ماشي من الناس اللي غادي يعيطوا لك ويقولوا لك بحال هكا نهائيا. انا اللي كنسمع الاغنيه ديالي كتغنى كنفرح بالعكس. عيطت عليا وانت واحد السيد. لا ماشي انا، ماشي انا يونس، ماشي انا صح نهائيا نهائيا. واش عيط او لا واش الطريقه اللي تربيت بها او الاخلاق ديالي دايرين بحال هكا؟ ما يسمحليش نعيط لشي واحد ونهدده. بالعكس ماشي اغنيتي ماشي. اغنيتي كتغنى، اغنيتي انت داير مجهود باش تغنيها وجالس وجايب لورك وجالس وتتصور. انا عجلي الحال وبارطاجيتها في لاباج ديالي السيون. دونك ماشي هو، ماشي هو ماش. شوف والله ما يبقاش فيك على يونس فهمتيني. والمحامي ديالي يا سيدي هو اللي يهضر معاك وداك الشيء كل هذا الشيء غير عطيه على يونس. انا درتي التليفون ديالك سير انترنت، درتيه في اليوتيوب ولا فيديو تبارك الله كيشوفوها الناس بزاف بزاف اخويا سعد. ملي شفتها راه فرحت بالعكس. اللي انت حافظ الاغنيه ديالي هذه راه انا سامبل بليزي، انا كنفرح. وسلم على الفنانه الكبيره الوالده ديالك وعلى السي الفنان تاعك السي بشير عندو. يسلم عليك الخير يا يونس، يسلم عليك الخير. انت سلم على عائلة كاملة. ورا الوالد ديالك راه صاحب الخال ديالي انا، يا راه صاحب العزيز عبد الملك اللي كان مدرب الجيش الملكي، كان مدرب كان كيلعب في الجيش الملكي. اياس يا عبد العزيز، عبد العزيز عزيز عبد الملك راه كان مدير هو اللي طلع، هو اللي طلع البرومي ديفيزيون. غادي نقولها للوالد مبلغ، غادي نقولها للوالد. قول اسمح لي اخويا سعد، اسمح لي. ما كاينش المشكل غير ما يديروهاش ديك المره الجايه. يا عيطك شي واحد خصك تاكد منه، قول له غني ليا، قول له غني ليا. هذا ما دوك حنا عيطنا لك الصراحه يونس باش ما تخويهاتش من راسك. بين حتى واحد ما ضدك، بين هو سعد مجرد براسو كيقول لك بان هو راه بارطاجا لا فيديو ديالك وعجبو، بان راك درتي لا غوبريز ديال الاغنيه ديالو وراه عجبو الحال. دونك تهلا في راسك بزاف والله يكمل بالخير. واخا اوكي نقول يونس برافو، برافو يونس. فوالا هادشي اللي كاين. وين صوت سي مومو؟ نعم اسيدي. واش الديسك ديال ساليه ديالي واش ممكن دوزو في الراديو؟ راه دوزناه بلا ما نخبرك انت، دوزناه من واحد شويه ياك. واللي نقدروا نديروا هو ان شاء الله اللي بغيتي نقدروا تكون على اتصال مع ساد. اي بي نهار اي شنار اللي كنتي تقدر تلاقاو ان شاء الله، علاش لا. واخا ساد هذا غون بليزير، نهار يجي لهيت راديو يجي معايا يونس. مرحبا فوالا هادشي اللي كاين. صافي يونس سي برومي. واخا صافي واحد يعطيك الخير اخويا سعد، شكرا. بقيتي على خاطرك لحدك صامخ يونس. شوف شوف واحد المعلومه اخرى، يونس كيصاحب لو سالينا معاشي ديالي. قالها في الفيديو قالك ماشي ديالك نتايا. ديال من يونس سالينا ديال من حيت الناس قالوا لي في السعوديه اتصلوا بي قال لك لا راه سالينا ماشي ديال سعد المجرد. لا سالينا عمل مغربي 100%. فوالا كتابه والحان، كتابه والحان جلال الحمداوي اي سعد المجرد. صافي هادشي اللي كاين. هادي تنطبع لك بها تنقولها لك ومسؤول على هادشي اللي كنقول. واش ممكن تعطيني اسم هو اخويا سعد المجرد؟ نعم حبيبي. ممكن تعطيني شي موال معند الكالو؟ سالينا سالينا من هذا الحب سالينا. والله بسعد كايوس بقى على خاطرك اخويا يونس. واخا شكرا لكم كاملين، شكرا لك سعد مجرد، شكرا ليونس. ميرسي بوكو اخويا يونس بن ملال. ميرسي وكاين مشكل. وسلام كبير الناس بن ملال. صباح على ايت راديو، صباح النور.